أذكر الهيئات والشخصيات المحلية والوطنية والدولية التي ساندتني ضد هذا الاعتداء الصارخ، والذي طال بيتي كما أشكر السادة الأساتذة في هيئة الدفاع على جهودهم في هذا في المجال القانوني. الأمر الأول هو الجانب ما وقع كرونولوجية الحدث من 3 دجنبر 4 دجنبر، هما هذوما التواريخ الحقيقة اللي مهمة. 3 دجنبر وهو الاقتحام ديال البيت، فوصلني من طرف الجيران عن حدود الساعة 4 هاتف يخبرني أن هناك واحد مجموعة تاع القوات أمام البيت، وراها الآن تتكسر في البيت في الباب الخلفي ديال البيت. فصرعت البيت فوجدت انه واحد المجموعه تاع القوات بزي المدني امام البيت، والبيت قد كسرت ابوابه وهم داخل البيت. فوصلت سالتهم شنو هذا الشيء، شنو كاين الى غير ذلك، فحتى واحد ما بغى يجاوبني. لقيت الباب ديال البيت مفتوحه، هما جنب البيت شي واحد المجموعه. جيت ندخل البيت قالوا لي لا ممنوع عليك تدخل البيت. علاش؟ قالك عندنا اوامر فوقيه انه منعك من دخول البيت ديالك. من خلال هذا العرض بان بان مجموعه من الانتهاكات كانت حق الملكيه اللي شار ليه استاذ اغناش، حرمه الحياه الخاصه كاين في الدستور المغربي، كاين في العهد الدولي حول الحقوق المدنيه، كاين الحق في انتصاب فعال. هاد الناس كيمشيو للمحاكم، هاد الناس كيديروا شكايات ما كيوصلوش للحقوق ديالهم، وهذا الشيء منصوص عليه في الدستور ومنصوص عليه في التزامات المغرب الدوليه. الا مشينا لحقوق الطفل، هاد العائله هذه كيفاش غيتشمع البيت ديالها، كيفاش غيهدد بالهدم، كيفاش غادا تعيش؟ ما 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 لو رجعنا الى عدد من الاتفاقيات الدوليه لوجدنا ان هناك يعني انتهاكات عديده في الدستور. 2 اكتوبر 1984 المتعلق بالاماكن المخصصه لاقامه شعائر الدين الاسلامي فيها، يتبين ان هذا القانون لا ينطبق على البناء المشيد من قبل الدكتور لطفي، وانما ينطبق على المنشات المخصصه لاقامه شعائر الدين الاسلامي التي يرتادها عموم الناس، بدليل ان المشرع عرف تلك المنشات في الفصل الاول من الظاهر، حيث نص على أنه تعتبر أماكن مخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي فيها المساجد والزوايا وجميع الأماكن الأخرى التي يمارس فيها المسلمون شعائرهم الدينية. ندوة اليوم التي يعقدها دفاع المهندس دكتور لطفي الحساني هي بمناسبة إطلاع الرأي العام على مستجدات تشميع بيته وتهديده بهدم هذا البيت، وكل هذا يتم خارج نطاق القانون، ونعتبره تعسفا جديدا، بل خطوة تصعيدية جديدة في التعسف والتضييق على أعضاء جماعة العدل والإحسان وانتهاك حرمات مساكنهم، حيث جاء في تبرير هذا الإجراء الإداري التعسفي أن البيت مكان للعبادة، فأرادوا تطبيق ما يتعلق بأماكن العبادة من مقتضيات الظهير المرتبط بالموضوع، والأمر ليس كذلك، بل هو صيغة جديدة للتنصل من الانتهاكات التي لا زالت تلاحق الجهات المعنية والسلطات المحلية بمدينة وجدة منذ تشميعها لبيتين، بيت الأمين العام محمد العبادي بمدينة وجدة وبيت الأستاذ الحسن العطواني بمدينة بوعرفة. فيما مضى أكدت النيابة العامة أنها لم تأمر، وهي الجهة الوحيدة المخول لها أن تأمر بتشميع البيت، أكدت أنها لم تأمر بذلك، مما يعني أن هذا التشميع كان تصرفا خارج القانون. الآن جاءت الصيغة الجديدة وهي محاولة توظيف النصوص القانونية التي لا تسعف الجهات المعنية في هذه الحالة، إذ أن البيت هو بيت للسكن وخاضع لجميع المواصفات القانونية، وصاحبه حاز كل الشهادات وكل الوثائق واتبع كل المساطير القانونية المعمول بها في هذا الإجراء إلى أن حصل على تسليم السكنة، فإذا به يفاجأ بالتهديد بهدم بيته على أساس أنه تحول إلى مكان العبادة. والجهات المعنية في خرق سافر لأخلاقيات مهنتها سربت صور البيت لتوهم بأنه مكان العبادة. البيت
بيت للسكن وصاحبه حر في أن يوظف بيته وأن يؤتت بيته بالطريقة التي يريد، وليس في القانون ما يمنعه من ذلك.